أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم معنا أخونا وحبيبنا بدر. يعني اليوم موضوعنا عن العلمانية، وكان المفروض يكون معنا في حلقة سابقة، ولكن هو كان معه فلو، رشح، ما بعرف شو بسموه، جريب. أنا قلت بـ3 أسامي ما بعرف بقى، يعني أتمنى توجدون العذر مثل ما بيقولوا. بالبداية خلونا نرحب بأخونا بدر. أهلا وسهلا فيك بدر. أهلا وسهلا بك حبيبي جان، تحياتي إليك وتحياتي لكل المتواجدات والمتواجدين لكل المشاهدين الأكارم. أتمنى أن تكون حلقة جميلة وأتمنى أن تأخذوا بها المنفعة. بكل تأكيد أصدقائي، أنا أرحب بكل الأصدقاء المتواجدين معنا على اليوتيوب، بكل الأصدقاء المتواجدين واللي راح يشوف الحلقة مسجلة حتى، وكل الأصدقاء أهلا وسهلا فيهم. طبعا حلقتنا راح تكون على العلمانية، راح نحكي شوي ما هي العلمانية، شو أهداف العلمانية، هل ممكن تتطور العلمانية، هل هي المرحلة الأخيرة في التفكير الإنساني، هل هي أصلح شيء مثلا. راح نحكي كل هالمواضيع مقارنة مع الفكر الديني وهالأشياء هي. بالبداية خلينا أخوي بدر، إذا نبدأ بس بتعريف ما هي العلمانية. يعني بنسمع كثير علمانية وكفروا العلمانية، ما هي العلمانية؟ نعم، في الواقع العلمانية كتعريف موجز معناها هو العقل والعلم، أجمعت فسميت بالعلمانية. هذه هي العلمانية. الشيء الثاني أيضا، العلمانية تعني المنهج الثاني والتعريف الثاني، هي أساس العلمانية طبعا كما أسلفت هي العقل والعلم، لكن أيضا تعني العلمانية كذلك هي فصل، يعني لابد منها فصل الدين عن السياسة، وهذه نقطة مهمة جدا أحاول أن ألفت إليها. السياسة، فصل الدين عن السياسة، هي لا يعني قمع الأديان. أنت سواء كنت تؤمن بالأديان أو لا تؤمن بالأديان أنت حر، وفق القاعدة التي تقول أنت حر ما لم تضر، لكن هي أساس العلمانية فصل الدين عن السياسة، وتعني أن يكون الدين معزول فقط، يعني مختصر فقط أو مقتصر فقط على الجانب الروحي، يعني كالعبادة، الصلاة، الزكاة، طبعا وفق ديانات لها تعاليم خاصة بها، لكن فقط هو يكون الدين جانب روحي فقط، يعني معزول في المعابد، في المساجد، في الكنائس، في الأضرحة، وليس له شغل بالسياسة. أما السياسة، أما الجانب القيادي، يعني جانب الدولة من كل الجوانب، السياسية منها والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والثقافية، كل هذه تعود إلى مختصين بهذا الأمر وهي الدولة. هذا هو تعريف مختصر لمعنى العلمانية، لكن هو الأساس العلمانية هو العقل للعلم، يعني الإنسان العلماني أي شيء لا يتطابق مع العقل لا يمكن أن يؤخذ به، حتى لو كان هذا مأخوذ من نص ديني، يعني سواء مأخوذ بكل من تأكيد. ديانة، من القرآن. بصراحة بدر، هون أنا بنطرح علي سؤال كتير مباشر، يعني أنا يعني كنت أحب أدخل مباشر بالتجارب العلمانية اللي حاصلة واللي حصلت في بداياتها، ولكن هون لما أنت حضرتك طرحت بالتعريف إنه العلمانية هي فصل الدين عن السياسة، انطرح علي سؤال مباشر في دماغي ولازم اطرحه عليك مباشر كمان، انه الاسلام دين وسياسة؟ يعني مستحيل تقدر تفرق بين الاسلام والسياسة، لانه هو اصلا دين ودولة، فكيف ممكن يعني نقدر نفك الارتباط بين هالفكرتين دين ودولة؟ يعني طبعا هذه مشكلة كبيرة، مشكلة خطيرة جدا للأسف الشديد اللي تفضلت به حضرتك، وهذا كان يعني في بطرح مثل هذا الموضوع. للأسف الشديد يعني الكثير من المنظرين السياسيين والخبراء السياسيين والمختصين بالشأن السياسي، ما أعرف هل هو تقية أم مناقضة أم غباء سياسي، ما أعرف، يعني سموه ما شئتم، لكن يعني يتكلمون بمصطلح الإسلام، إسلام سياسي الإعلام، يعني وسائل
حتى وسائل الإعلام الأوروبية، وسائل الإعلام المتطورة يقولون فشل الإسلام السياسي في إدارة الدول، فشل الإسلام سياسي، لأن هو أساس الإسلام هو سياسة، أساس الإسلام هو منهج سياسي، مزج بين الجانب السياسي من جهة والجانب الديني والروحي والعقائدي من جهة أخرى. فلا حاول أحد الأشخاص أن يتكلم ويقول لك والله إسلام سياسي، لا يوجد شيء اسمه إسلام سياسي، هو سياسة. فبالتالي يعني هذا مصطلح يعتبر تناقض، يعني أسميه هو هذا اللي يستخدم مصطلح سياسي مهما كانت رتبته السياسية، سواء كان خبير سياسي قانوني أو سواء كان يعني في وسائل الإعلام، الذي يستخدم مصطلح الإسلام السياسي فهو أنا يعني أمام أمرين، أما غبي ويجهل الكثير من السياسة، يا أما هو يدرك ويعرف الحقيقة ولكن هو يتناقض ويستخدم التقية خوفا يعني، فهو أمام خيارين. يعني هو بالأساس لا يوجد شيء اسمه إسلام سياسي، لأن الإسلام هو أساسا سياسة. شوف لماذا التجارب العلمانية نجحت في الدول الأوروبية والشرق الأوسط، يعني الدول الأوروبية رغم تعددية الديانات الموجودة لكن الديانة الغالبة والسائدة هي المسيحية، هي رغم ما فيها من تعاليم سيئة موجودة في خاصة في العهد القديم وغيرها وغيرها، لكن في نفس الوقت على الأقل هي فقط جانب ديني وليس عامل سياسي. هذا الفرق بين الإسلام وبين المسيحية. حينما جاءت العلمانية يعني في العصور الوسطى في الفترة اللي كانت فيها الكنيسة مسيطرة على العقل البشري في أوروبا وتمارس سياسة الظلم والإقصاء والإجهاض، وسيطرة النبلاء ورجال الدين والطبقات الثرية وتحكمهم بكل إيرادات الدولة وبكل إيرادات الحياة على حساب الفقراء من أبناء الطبقات العامة، وهذا الشيء معروف تاريخيا. لكن في نفس الوقت موجود حظهم سعيد الدول الأوروبية، لأن أساس المسيح هو شقد يعني رغم ما فيه إقصاء وتهميش للآخر خاصة الموجود يعني في نصوص العهد القديم، لكن في نفس الوقت في الأول وفي الأخير المسيح يعود ويعني ويرجع في الأول وفي البداية وفي النهاية، في الأول وفي الأخير هو جانب ديني وروحي وليس جانب سياسي. ما دام ان هذا جانب ديني وروحي، هذا الامر وفر جو وهيئ مجال للحركات العلمانيه في ان تطور في اوروبا وتزدهر ويكون لها قوه ومركز يعني ثقيل، ونجحت الحركات العلمانيه. لكن البلاء الاكبر الموجود في بلدان الشرق الاوسط هو وجود الاسلام كديانة غالبة، يعني رغم تعددية الأديان. بدر شو رأيك ناخذنا لمحة بس هيك عن تاريخ العلمانية، كيف بدأت، كيف نشأت، شو الظروف، شو يعني خلينا نقول الحاجة لوقت لوجود العلمانية بانتهاء العصور الوسطى، طبعا هي الثورة التنويرية أو القرون التنويرية، هي اللي لغت سيطرة الكنيسة وبدأت العلمانية اللي وصلنا لو شايفين عايشين في رحابة، على الأقل أنا يعني أنا عايش في رحابة يعني. خلينا نأخذ لمحة كيف تطورت، كيف وصلت لحد، كيف بدأت لحد الآن، كيف وصلت لهالمرحلة هاي. طبعا هي في البداية كانت يعني هذا الأمر ليس يعني غريب عن الأخوة حتى المشاهدين الكرام، هذا الأمر ليس غريب عليهم، أكثرهم أنا أعتقد هم مطلعين في التاريخ وعارفين تاريخ الدول والأمم والشعوب كيف تطورت. لكن لو نأخذ لمحة بسيطة عن العلمانية وكيف تطورت وكيف نشأت في فترة العصور الوسطى التي كانت تعيش بها أوروبا، وحيث الفقر والجهل والتخلف والتطرف الديني الذي كان سائد في أوروبا، كانت الكنيسة هي المسيطرة على كل شيء، الدين يشغل حيزا كبيرا في العقل البشري في أوروبا. لكن هذا الأمر يعني مثلا صكوك الغفران على سبيل المثال كتعريف بسيط، صكوك الغفران كان رجال الدين يعني
مو 100%، ولكن مشابهة لقضية الزكاة الآن في الإسلام. يعني صكوك الغفران هو رجل الدين الموجود في الكنيسة، رجل الكنيسة المسيحي، يفرض على الناس، يفرض على الناس، على البسطاء، على عامة الناس، على المواطن أن يدفع أموال، وإذا دفع أموال يمنح صك من قبل رجل الدين، من قبل رجل الدين الكنيسي البابا. هذا الصك مباشرة راح يدخل الجنة، يعني مهما سرق، مهما قتل بالأعمال الإجرامية، من خلال هذا الصك يدخل الجنة. فبالتالي هذا استخدموه يعني كخديعة لرجال الدين، رجال الكنيسة استخدموا هذا الأموال في سبيل كسب الأموال وجمعها، وهذا دائما ما يستخدمون فيها البسطاء من الناس. كان هناك إقصاء للمرأة، يعني خاصة مدينة لندن، أنا قرأت قبل فترة بالتاريخ إنها كانت حتى الشوارع يعني مناطق مظلمة، يعني مليئة بالقاذورات، فقر، مجاعة، تطرف، يعني تخلف في شتى المجالات. المنطلق بدأ الإنسان يفكر، لماذا أنا وصلت إلى هذه المرحلة؟ شنو السبب؟ ما هي الأسباب؟ وكيف ما هي الطرق اللي تؤدي بها إلى التطور وإلى التخلص من هذا الشيء؟ فبرزت الحركات التنويرية، برز الفلاسفة يتطورون، برز العقل يفكر. هذا الشيء بدأ خاصة انطلق في فرنسا، يعني الثورة الفرنسية العظيمة الكبرى التي حطمت قصر الباستيل، يعني ظهروا الفلاسفة العظماء، جان جاك روسو، كثير من الفلاسفة والمفكرين العظماء الذين حاولوا وضع حل الفقر والتخلف والتطرف التي كانت تعاني منها أوروبا. بدأ الإنسان يفكر. بالإضافة إلى أن الفلسفة بدأت تشتهر، يعني زيادة اطلاع الناس بالفلسفة اليونانية والنظريات الفلسفية حول أصل الوجود، هذا أدى إلى ظهور الكثير من الفلاسفة، من حركات التنوير أمثال دوكنز وداروين وغيرهم من الفلاسفة، المنظرين السياسيين، الحركات التي كانت تسمى بالليبرالية، حركات جان جاك روسو صاحب النظرية التي تقول دعه يعمل دعه يفعل، تقصد من هذا هي حرية الفكر، حرية العقيدة، حرية يعني الأديان. من هذا المنطلق بدأ الإنسان يفكر، بدأت العلمانية تزدهر، بدأ صوت للعلمانية يزدهر. فانطلقت العلمانية، فصل الدين عن السياسة، قال لك خلص، يعني صار هناك قمع حتى لرجال الدين في البداية، يعني الشخصيات بدأوا ينفرون من رجال الدين، يعني بحيث الكنيسة حينما لم يستطيعوا الوقوف بوجه الحركات العلمانية، الوقوف بوجه الحركات التنويرية الموجودة، فأخذوا يعني يستخدمون سياسات أخرى، يعني يشوفون فيلسوف معين أو مفكر أو عبقري أو باحث أو كاتب مقال أو عنده حتى وكان عنده مؤلف كتاب معين، حينما يشوفونه يعني رجال الكنيسة، يعني توصل معلومات استخباراتية إنه هذا الشخص يحمل فكر علماني، كان يرمى من شاهق، يعني خلوه فوق سياج الكنيسة في سطح الكنيسة العالي ويرمى من شاهق، وهذا كان هو قتل يعني بهذه الطريقة. ليش ذلك؟ لأن استياء رجال الدين وعدم مواجهتهم للعلمانية أو الليبرالية، أنا أسميها بصورة عامة، هو منهج عقلاني، منهج تنويري، منهج صح، فأكيد المنهج اللي هو على حق من الصعوبة مواجهته. الآن المنهج الديني، يعني خاصة المنهج الإسلامي، لكونه منهج خاطئ تستطيع الوقوف بوجهه بأي طريقة، لكن المنهج العلماني لكونه هو منهج صح لا تستطيع الوقوف بوجهه، بالتالي حل إلا أن تستخدم القتل والقمع كوسيلة في سبيل إبادة هذا الفكر. لذلك استخدموا القمع واستخدموا القتل والعنف كوسيلة في سبيل إبادة الحركات العلمانية الموجودة، طبعا ولم ينجحوا. بدي أسألك سؤال هون، الأخت يعني الأخت ساندرا عم تقول ما هي عيوب العلمانية؟ هل هناك عيوب للعلمانية برأيك؟
ساندرا عزيزتي، تحية ومحبة واحترام. العلمانية عزيزتي هي يعني عدة أفكار. العلمانية هي يعني شو ما نقول، كل من لا يؤمن بتسييس الدين هو علماني. فعلا هي أساس العلمانية هي ما فيها عيوب في البداية. ليش؟ لأن هي العقل والعلم. عيب؟ هل العقل عيب؟ لا، أكيد لا. طيب، إذن العلمانية ما بيها عيوب، لكن الجانب الثاني من العلمانية الذي استعمل حديثا وهو فصل الدين عن السياسة، هذا الأمر أثر. ليش؟ لأن أصبح كل إنسان أو كل فكر يعني ظهر حديثا، كل فكر لا يؤمن بتسييس الدين، يعني لا يؤمن بتسييس الدين، يعني كل فكر يؤمن بفصل الدين عن السياسة هو فكر علماني. طيب، الآن إحنا لو ننظر إلى الأفكار الموجودة في العالم باليمين واليسار، كم فكر السياسة؟ أغلبية الأفكار والنظريات السياسية بالعالم هي تؤمن بفصل الدين عن السياسة. إذن الليبرالي يؤمن بفصل الدين عن السياسة، يؤمن بفصل الدين عن السياسة. القومي كذلك يؤمن بفصل الدين عن السياسة. إذن أصبح وارد في علم السياسة إنه أي فكر أو أي أيديولوجية تؤمن بفصل الدين عن السياسة تسمى بالعلمانية. قومي علماني، وأصبح اليساري علماني مثلما الليبرالي هو علماني. إذن عيوب العلمانية ربما تظهر حركات دكتاتورية شوفينية متطرفة مثل القومية، لكن هي تحسب على العلمانية. لماذا تحسب على العلمانية؟ لأنها رغم ما هي دكتاتورية، رغم ما هي شوفينية، ولكن في نفس الوقت هي تؤمن بنظرية فصل الدين عن السياسة، إذن تعتبر علمانية. هذه هي عيوب العلمانية. طيب، برأيك أنا يعني حتى العلمانية، بعيدا عن العلمانية العربية اللي طلعونا فيها صدام وبشار وأمثاله، يعني والقذافي ولا مبارك ولا كل هالناس هاي، العلمانية الموجودة في أوروبا مثلا، هلا الإسلاميين بصراحة يستخدمون هذه العلمانية للوصول، يعني مثل صناديق الاقتراع والاقتراع ولا كل الأشياء هي، يعني يستعملوا العلمانية ذات نفسها للقضاء على العلمانية. شو رأيك؟ يعني هل هذا مو نقص بالعلمانية برأيك؟ لا عزيزي، شوف، أنا سبق وأن أسلفت قبل لا تتفضل ساندرا بالسؤال، أسلفت وتكلمت حول أنه لكون العلمانية منهج صحيح لم يستطيعوا رجال الدين مواجهتها والقضاء والوقوف بوجهها. أيضاً المسلمين الموجودين في أوروبا هو يخضع للعلمانية رغماً عن أنفه، لأنه هو الأنظمة اللي تحميه، اللي يحميه هو نظام علماني. لأن الآن المسيحي، الآن أغلبية رغم الديانات الموجودة في أوروبا، لكن الديانة السائدة والغالبة هي الديانة المسيحية. طيب، الديانات الأخرى الغير المسيحية مثل المسلم، الهندوسي، اليهودي الموجود والمقيم في أوروبا، من اللي يحميه؟ تحميه الدساتير العلمانية. ولولا الدساتير العلمانية سيكون فريسة للمسيح، راح يقتل المسيح. اليهودي كذلك يقول لي يابا احنا يهود، نسبة اليهود في أوروبا أكثر من نسبة المسلمين. وفق التعاليم اليهودية يعتقدون أنهم شعب الله المختار، فبالتالي أي مسلم راح سيقمع، سيتعرض إلى قمع، سيتعرض يعني إلى قمع من قبل العنصريين. يعني حتى لو كان المسيحيين صالحين أو اليهود صالحين، لكن موجودين في داخلهم ناس عنصريين، فبالتأكيد سيكون هذا المسلم عرضة وفريسة للعنصريين اليهود والعنصريين المسيح. طيب، من اللي يحميه؟ راح تحميه دساتير العلمانية، فيضطر يكون خاضع للدستور العلماني. هو مو خاضع، لا، لكن هو يعني محمي. يعني هذه الدساتير العلمانية من باب الإنسانية ومن باب احترام الأديان واحترام معتقدات الآخرين، هو يحمي وفق هذا الدستور، محمى وفق هذا الدستور. فبالتالي يعني العلمانية شو ما تقول احنا سويت عليها فضل باللهجة العراقية، فيضطر انه يقف معها، يساندها. بالضبط، انا يعني اؤيدك انه العلمانية وقفت جنب المسلم بالتأكيد، ويعني هيئت له ظروف للأسف انه يتطول على العلمانية ذات نفسها. يعني مثلا في بريطانيا حاليا يعني الجوامع تمول تقريبا في يعني جزء، انا لا اعرف بالضبط يعني، ولكن في جزء كبير من الدولة هي ذات نفسها تمول المدارس الدينية. هالمسائل هي كلها يعني
وتسمح لهم و... ولكن ضمن هالجوامع ضمن هالمدارس هم يحرضون على العلمانية ويدعون أنها دولة كافرة وأن النظام كافر وكل هالمسائل هاي. الأعداد طبعا إذا زادت عن حدها راح يكون مثل ما أننا شايفين مظاهرات ضد العلمانية ضد الديمقراطية، يعتبرونها صنما أصلا يعني. فالعلمانية هون بهالحالة هي صح حمت المسلم، ولكن المسلم تمرد أكثر يعني، صار بده يقضي على اللي حماه. طبعا المشكلة شنو هي عزيزي جان؟ الدساتير والأنظمة الأوروبية، جميع الدساتير الأوروبية هي دساتير علمانية ليبرالية. الليبرالية تؤمن بحرية الإنسان بغض النظر عن الديانة، بغض النظر عن المعتقد. لكن وفق وجهة نظري الشخصية، وأنا ذكرتها في أكثر من لقاء، أنه أنت العلمانية لازم الشخص الذي يحمى من قبل العلمانية، أو الفكر اللي تحميه العلمانية، أو الشخص اللي تحميه العلمانية، هو لابد أساساً مؤمن بالعلمانية. طيب هل لماذا أو من الغباء أن تقوم العلمانية أو تقوم الدساتير العلمانية بحماية المسلم؟ من الغباء أصلاً، هذا يتعارض مع المنهج العلماني. لماذا؟ لأن سألتني هل الإسلام يؤمن بالعلمانية؟ أقول لك لا. فلماذا أنت تدعمه؟ ليش أنت توقف معاه؟ لماذا تسانده؟ يعني هذا شنو الغباء الموجود؟ هو أصلاً مسلم لا يؤمن بشيء اسمه علمانية. فهذا هو الغباء عزيزي جان، هذا الغباء بحد ذاته. يعني أنت الآن المسيحي رغم ما عندهم تعاليم، لكن جوهر الديانة أو العقيدة المسيحية هو أتمنى يكون الصوت بس يكون مارق مثل ما بقولوا. هل تسمعني أخوي بدر؟ طب على كل حال حتى يعود لنا أخونا بدر، في مرقة دجاج، عفوا مرقة بامية فاخمة، فخامة، فخامة الاسم تكفي، سرير شريف. على كل حال سرسري شريف، آسف سريري سرسري آسف، مرقة بامية يعني، لو كنت مرقة دجاج يا رجل هلا بامية، ما وجبت لنا إلا البامية يعني، البامية ما هي كتير محببة بطفولتي، يلا شوي يعني مقبولة عندي. على كل حال عم بيقول أولا المادة لا تفنى ولا تخلق، لا غير هذا، هذا بصراحة يعني خارج الموضوع، ما هو سؤال صح، هو بالحكم بامي. وفي سرسري شريف كمان على كل حال خارج الموضوع، أنا ما راح أرد على سرسري شريف، يعني سرسري شريف كيف ما فهمت. عم بيقول جان أنت ما عايش في العلمانية، أنت عايش في غرفتك هذا طول اليوم تعمل لقاءات، كانت الطبيعة في عونك، فعلا دائما أذكرك وأقول كم أنت مضحي من أجل غيرك. أشكرك أخوي مرقة بامية يعني وسرسري شريف، لا آسف آسف آسف، مرقة بامية الاسم تكفي، فخامة الاسم تكفي، هذا ما له علاقة بسرسري شريف، سرسري شريف لحال. على كل حال أشكرك مرقة بامية، وحتى لو كنت مرقة دجاج كنت يعني كنت أفضل بصراحة يعني، فأشكرك جزيل الشكر، وهذا واجبنا طبعا، وهذا شيء أقل شيء نعمله لأهالينا. أنا بتمنى أخوي بدر يكون معنا في يعني قريبا، راح نشوفه على الفيسبوك يظهر فصل الخط حتى عنده، أتمنى يكون معنا في القريب العاجل مثل ما بقولوا. طيب أصدقائي، أنا أشجع كل الأصدقاء على طرح الأسئلة حتى يعني نستفيد كلنا من الحلقة من النقاش، فأتمنى الأصدقاء يتفاعلوا معنا. أهلا وسهلا بأخونا أحمد، طبعا أحمد حبقان معنا، أهلا وسهلا فيك. كل الأصدقاء، ماما روز والياس، يوسف، عمر، ساندرا، كمان مين معنا، سرسري شريف، جان أخي من خلقك، والله اللي خلقني خلقك يا سرسري يعني من خلقك هذا. طب تعرفوا شباب يعني بصراحة يعني أبيخ سؤال، إنه من خلقك، وهل من الضروري أن يكون لي خالق يعني
يا سرسري يا شريف يا حبيبنا، يعني لو تعذب حالك بس هيك تقرأ لك كتابين ثلاثة عن التطور راح تعرف انه انت منك بحاجة لخالق، وراح تعرف بكل بساطة ليش الدين اجا وشو تاريخ الدين. ارجوك بس اقرأوا يا جماعة اقرأوا، ما بدها لا اسئلة، يعني يعني فكرك سؤالك تعجيزي، يعني انه من خلقك، يعني انت بتعرف من خلقك، يعني انت بتعرف اصلا انك مخلوق، يعني اتمنى بس لو شوي بس شوي تقرأوا مثل ما بقولوا شوي هيك، يعني ساندرا، هل السبب الوحيد لعدم تطبيق العلمانية بمفهومها الصحيح في الدول العربية هو محاربة رجال الدين لها؟ أظن على كل حال، بس يجينا أخونا بدر، شوف إذا كان معنا أخونا بدر رح أطرح عليها السؤال هذا. يعني هو المشكلة التحالف، هذا التحالف بين السياسي والدين، الدين الإسلامي هو السياسي، هو فيه يعني فيه السياسي هو الدين، دين ودولة، هاي المشكلة. فالسياسيين إن كانوا حتى من القومجية حتى من أي نظام بشوفه ملكي ولا أميري ولا جمهوري، كلهم بيستعملوا الدين بالسياسة لأنه تخدم مصالحهم، تبقيهم بالحكم أطول مدة ممكنة. فإن كان يعني الأنظمة العلمانية مثلا مثل النظام البعث اللي كان بالعراق وبسوريا، نظام القذافي، النظام اليمني، النظام بمصر، يعني هدول يعني يحطوا الدين دائما في موضوع الدولة لأنه بيستفيدوا منه، بيتموا هن المسيطرين. يعني يعني استخدام رجال الدين هو الشيء الوحيد اللي بيخلي، ما هو الشيء الوحيد الاقتصاد طبعا بيأثر، بيخلي الطبقة السياسية حاكمة. فتخدير الشعب شو بشو بدك تخدره غير بالدين؟ أهم شيء، أهم مخدر في في في, في كل العصور هو الدين. يعني أي شخص قسم نصيب، هاي قسمتي وهي نصيبي. الشيخ بيعطيك مواعظ في الزهد في التقشف وفي كل شيء، بس لا ترفع رأسك لا تفكر. فالتطبيق العلمانية أظن العائق الوحيد اللي أمام التطبيق العلمانية هو الدين، لأن هو الدين هو اللي أخذ كل شيء في حياتنا. يعني صحيح في أشياء أخرى، أشياء كتير بسيطة، يعني ما أظن يعني ثقافتنا خصوص الثقافة الإسلامية هي بكل الدول الإسلامية تكون متأثر فيها شيء أكثر من الثقافة الدينية. يعني نحن أول ما بنفيق من الصبح نفتح عيننا نقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، لما بدنا ننام ندعي كذا دعاء، وطول وما بين تفتيحة العين وتغميض العين صلوات، خمس صلوات وأذكار وكل شيء، كل شيء بدك تاكل تقول بسم الله، بدك تشبع تقول الحمد لله. فكل شيء مرتبط بالدين. يعني حتى الـ يعني مسألة انه بتلاقي واحد بيسرد بالكذب ولا الهدية تقبل ولا لا تقبل، مسألة الفساد هي الرشوة كلها معلقة بالدين. يعني هلا بجيك مثلا واحد يرشي للآخر بيقول لك هاي هدية، اقرأ للهدية، النبي قبل الهدية، انت ما بدك تقبل الهدية. فتسمى مثل الرشوة، تسمى بالهدية، والنبي قبل الهدية، فليش انت ما تقبل الهدية؟ يعني ثقافتنا مبنية على أساس ديني بحت، يكون فيها أشياء أخرى من هون ومن هون، بس الركيزة الأساسية العمود الفقري هو الدين، هو الدين اللي عائق
أمام كل التطور اللي راح نتطوره اللي لازم نتطوره أصلاً. يعني مرحلة الستينات والخمسينات والستينات لو ما هو الدين رجعان بشكل مثل ما بقولوا زخم ومكثف ما كان وصلنا أصلاً لهالمرحلة هي. يعني كان وصلنا لمرحلة يعني أقل شيء نقول أوروبا الشرقية، ولكن شايفين نحن وصلنا لمؤخرة الأمم. السؤال: لماذا تكونت العلمانية؟ يعني من وعي إلى ما لا نهاية. العلمانية صارت يعني هي حاجة بشرية بصراحة، يعني حاجة بشرية. العقل الإنساني وصل لمرحلة إن صار يفهم الطبيعة، صار يفهم الأشياء هاي، فبده يشيل والدين صار عائق أمام تطور الإنسان. يعني وصل لمرحلة خصوصا بأوروبا العلوم زادت، الإنسان صار يفهم مسألة كروية الأرض، مسألة إنه الأرض ما هي مركز الكون، كل هالعلوم اللي إجت طلعت مكنة البخار، الكتابة، الناس صارت تعرف إنه هالدين هذا في أشياء أغلب الأشياء فيها غير صحيحة، خصوصاً الأشياء اللي تجزم علمياً. فهون بدأت الناس تفكر إنه صار تقول الناس إنه الدين صار عائق أمام التطور الإنسان. فنشأت العلمانية، نشأت الأفكار التحررية من الدين. أظن هيك يعني، أنا هذا رأيي الشخصي، ما بعرف هذا ما هي تحليلي الشخصي المتواضع طبعاً. طيب أخونا بدر، أتمنى يكون العائق خير يا بدر. بدر هل أنت معنا؟ أتمنى يكون معنا، بس يظهر النت هو اللي، والنت في العراق يا أصدقائي. طبعاً في صديق كان عم يسأل منين أخونا بدر، هو الأخ بدر وعراقي، أتمنى يكون معنا في القريب العاشر، العاجل مو العاشر. طيب أصدقائي، أنا بتمنى منكم كمان يعني شير ولايك كما يقول أخونا أبو الحكم، حتى يعني نرجع كما ربنا نقول نرجع، يعني نتمنى ترجع القناة مزقزقة زي زمان. يعني طالع البدر علينا يوسف. في سؤال انطرح بصراحة انه هل ممكن الانسان اللي خرج من الدين من قوقعة الدين؟ اخونا احمد حرقان عم يقول حترجع زي زمان واحسن جان، اتمنى. طيب معنا اخونا بدر مرة اخرى، اهلا وسهلا فيك بدر. عزيزي جان، انا ما اعرف شو صار الخلل، يعني ما اعرف ليش قطع الخط صدقني. ولا يهمك، اظن في مشكله بالنت عندك، يمكن مساله النت هي اللي لا تساعد. يعني على كل حال، يعني نحن دخلنا، وبصراحه انت اول مره تطلع معنا في البرنامج، وفي اصدقاء سالوا من هو بدر. يعني طيب اذا بتعطينا بطاقه مختصره عن حضرتك. بدر انت معي؟ اظن كمان في مشكلة، ما بعرف شو القصة يا جماعة. يا بدر طيب، عن جوهر العقيدة المسيحية، توقف ضيفك عند الحديث عن جوهر العقيدة المسيحية. أتمنى يرجع أخونا بدر. يعني ما بعرف شو قصة أخونا بدر.
بدر هل تسمعني؟ هو موجود ولكن ما في صوت، أنا لا أسمع شيء، ما بعرف إذا بدر أنت تسمعني. طيب على كل حال ما بعرف احمد اذا حابب تدخل معنا. احمد انت اذا انت موجود يا ريت تكتب لي اذا حابب تدخل معنا عشان ابعث لك الرابط حبيبي وندردش شوي مع الاخ بدر. أنا دائما أعشق دخلات أخوي أحمد، فأتمنى الأخ أحمد يكون معنا كمان. إذا معانا أحمد عنده حلقة بعد شوي يعني. في سمير عم بيقول لماذا ينظر المسلمون للغرب على أنه مسيحي ولا يدركون أنه لم يتقدم إلا بعد تحييد الكنيسة وعلمانة الدولة؟ طيب أحمد أنا بعت لك الرابط، يا ريت تشوف الفيسبوك. يعني بصراحة بالفعل يعني أنه في كتير ناس بينظر للغرب على أساس مسيحي، وفي في كتير مغالطات أنه اصلا العلمانيه على قامت على قيم مسيحيه، وانا اقول العلمانيه قامت على انقاض المسيحيه وليس على قيم مسيحيه. يعني اروني احمد حبيبي يا جميل يا جميل، يعني ممكن يعني خليتني اغار هلا عم تتمشط وانا ماليش شعر يعني. معلش صوتي مسموع؟ صوتك مسموع طبعا. احمد في سؤال هلا هيك لحال انطرح، في اخونا سمير عم بيقول لماذا ينظر المسلمون للغرب على انه مسيحي ولا يدركون انه لم يتقدم الا بعد تحييد المسيحيه وعلمانيه الدوله؟ يعني انا سمعت كثير اطروحات انه بيقولوا انه الغرب الحالي العلمانيه قامت على مبادئ المسيحيه. شو رايك بهالقول؟ معظم المسلمين ومعظم الناس هنا مش ما عندهمش فكره عن الغرب، فكره حقيقيه يعني، وبيستمدوا احكامهم عن الغرب وتصوراتهم عن الغرب عشان ازاي من خلال الكلام البسطاء وكلام المشايخ على المنابر وكده، والمشايخ مش متابعين، مش بيجروا العصر ومش موجودين اصلا يعني، فما يعرفوش عن الغرب الا ان هو كان مسيحي، عايشين هم ايام الحروب الصليبيه لسه. فبقول لهم صح النوم يعني، الغرب اصلا تنكر تماما للمسيحيه، وهناك بالنسبه لرجال الدين المسيحيين في اوروبا عندهم ازمه كبيره جدا ويعني مع الدين، و يعني بيدوروا على اي حاجه يعملوها للناس عشان يرجعوا للمسيح يعني. أو يرجعوا للإيمان. يا ريت تنحرق الكنيسة، ويعني أنا أكيد يعني في الأصدقاء لما قلت يا ريت يا ريت يا ريت معناتها تمنوا إنه يا ريت هي ترجع الكنيسة، ولكن أتمنى تنحرق الكنيسة إلى الأبد. في سؤال بصراحة أنا طرحته على أخوي بدر، هو إنه بتعريف العلمانية هو فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن السياسة، فصل الدين عن الحياة العامة. بنيجي على الإسلام بتلاقي أصلاً الإسلام هو دولة. كيف بدنا نفصل بين الإسلام والإسلام يعني؟ كيف ما في غير نحرقه يعني؟ العلمانية جاية حق من حقوق الإنسان وحاجة ضرورية جداً في المجتمعات، وأنا كإنسان لا أنتمي لأي دين من حق إن أنا أتحكم في بنظام علماني. اي حكم تاني مستمد من الدين هيبقى ظلم وتعدي على حقوقي وعلى ابسط حقوقي. فالاديان بقى سواء يعني قدرت تاقلم نفسها مع العلمانيه او ما قدرتش، دي مشكلتها ومشكله رجالها يحلوها مع بعض زي ما هم عايزين.
انا راجل عارف الدين الاسلامي كويس ومقتنع تماما ان هو الدين لازم الاسلام لازم يجتث تماما من جذوره، ولا يعني ومش هيتقابل ولا هيلتقي مع العلمانيه في يوم من الايام، لان انت زي ما قلت كده هو دين ودوله. هو الاسلاميين لما بيطالبوا بتطبيق الشريعه بيكونوا صادقين ومتسقين مع دينهم ومع نفسهم يعني. لكن ده هيبقى تعدي وعدوان على اي حد غير تاني، ولا وعلى الاطفال ايضا، على اطفال هؤلاء المسلمين، لان ليس من حقك انت اذا ما ان تطالب بان يحكم طفلك بنفس الدين الذي اعتقدته انت، وليس من حقك تلقينه هذا الدين، ليس من حقك فرضه عليه، ليس من حقك نقل هذه التصورات المريضه الخائبه البائسه الى طفلك. لهذا ليس من حقك، لان طفلك ليس ملكك، وطفلك يتمتع بنفس الحقوق التي تتمتع انت بها، وهو يعني يجب ان يتم حمايته. هذه مهمه الدوله، حمايته من هذه الافكار المسمومه الموجوده في الكتب المقدسه، ان هذه الكتب المقدسه لا تصلح للتداول ولا تصلح ان توضع في متناول الاطفال ابدا. الطفل ليس يعد عدوانا عليه ان يقرا عن الاغتصاب المشروع باسم الاله، وان يقرا عن الظلم والاضطهاد واحتقار المراه، وكتاب يامر بضرب امه فاضربوهن، واضربوهن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن، وان يتحدث عن المراه باستخفاف ويقول مثلا اردتم استبدال زوج مكان زوج، وكان النساء من المتاع يتم استبدالهن متى شئت. فمن حق الطفل ايضا الا يسمع مثل هذا الكلام بحق والدته التي يعني يجب ان تصان كرامتها. الاديان لا تصون المراه ولا تصون كرامه المراه، وبالتالي الاديان ايضا تعتدي على الطفل ويعني وتشوه نفسياته يعني. فمن حق المجتمعات ان هي تعيش تحت نظام علماني، سواء رضت الاديان او لم ترضى الاديان. الدين الذي لا يستطيع ان يتاقلم مع العلمانيه يذهب يلقي بنفسه في اي اقرب مزبله. لا 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 يعني لا مشكلتنا نحن. بالضبط بالضبط احمد، انه في هلا يعني هلا انا عايش بدوله علمانيه وصار لي سنين، يعني انا اشوف الهندوسي البوذي المسيحي اليهودي في تجمعات، ولكن متاقلمين مع الناس، ما بتلاقي لهم مشاكل، ما بتحس لهم اي شيء. والا المسلم غير قادر انه يتاقلم مع مجتمع فيه تعدد ثقافات، غير قادر يعني يعيش في هيك جو. بالعكس يستخدم النظام العلماني هذا، يستخدم القوانين العلمانية، يستخدم احترام الناس له بشكل مغاير، بشكل انه يحاول يفرض شخصيته هو، يفرض دينه، يفرض ثقافته على الناس. يعني برأيك هي ما هي ناقصة من نواقص العلمانية؟ لا، بعض العلمانيين مغفلين يعني لا يفهمون هذه الأديان جيدا، ولا يفهمون أساليب المتدينين، ولا يفهمون نفسياتهم، وبالتالي يعني يضعون العلمانية تهديد خطير جدا، وهو أن يصل هؤلاء إلى ما يريدون ويغيروا فعلا ثقافة الناس ووعيهم، ويتم تجهيل الناس. العلمانية يجب ان يعني تتسلح بالوعي، يعني يجب ان يفهم العلمانيون ان هذه الاديان يجب ان تتوقف، يجب ان تتوقف بالكامل. لا يقدمون اي تنازلات، لا ينبغي ابدا ان يقدم العلمانيون تنازلات لهؤلاء المتدينين. الطفل يجب ان تتم حمايته، يجب يعني من الواضح جدا ان الاديان يتم تلقينها للاطفال واجبارهم عليها، من الواضح جدا، ومن الواضح جدا ومن المعروف ومن المتسق مع العلمانيه ان هؤلاء الاطفال يجب حمايتهم من هذا التلقين التعسفي المرفوض تماما. فالعلمانيه يجب ان تقدم تنازلات، الدين يجب ان يبعد عن المدارس، لا يجب السماح بمدارس اسلاميه في الغرب ولا في غير الغرب، لا 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 يجوز، هذا اعتداء على الاطفال، هذا منافي لحقوق الانسان والمبادئ التي
تدعو إليه العلمانية. بكل تأكيد أنا قلت وهذا المطلوب، يعني هذا المطلوب إنه الناس اللي موجودين في الخصوص السياسيين يوعوا لهالمسألة هي. يعني أنا عايش ببلد ديمقراطي علماني، وكثير البي بي سي يدخل خفية إلى المساجد ويرى ضرب الأطفال، ويرى يعني عم بيحفظ القرآن وعم بيضربه بالعصا، ف يعني شيء بصراحة مخيف، يعني ما هو نقول مخجل ولكن مخيف تأثير الشيوخ هذول على الأطفال، وإساءة للطفولة. يعني في سؤال آخر أنا كنت أطرحه على أخوي بدر، وحاب أطرحه نتناقش فيه أخوي أحمد. برأيك العلمانية هل هي أفضل نظام ممكن يعني يخلي الناس تتعايش، ولا ممكن البشرية تتوصل لنظام أفضل من العلمانية كمان؟ يعني شفنا الشيوعية، شفنا كل الأيديولوجيات اللي نعرفها، القوميات والقومجية والأشياء، وصلنا لمرحلة العلمانية، هل هناك مرحلة أخرى ممكن الإنسان يصلها؟ يعني كل النظم السياسية والأفكار يجب أن تؤسس على العلمانية، يعني سواء كانت يسارية أو ليبرالية أو غيرها، كل دول لازم ينطلقوا، والعملية السياسية نفسها لازم تمارس على قاعدة علمانية، على أساس علماني. مفيش حاجة اسمها أحزاب دينية سياسية وداخل اللعبة السياسية وداخل العملية السياسية، لا، ممنوع. هذا ده غش وتزييف. الحزب دي يدخل الانتخابات بيبدأ يحشد للتصويت لصالحه في المساجد وفي دور العبادة، وباسم الإله وباسم الرب، والرب سوف يعطيك، وصوت باسم الرب، وهذا غش تزويد للانتخابات. هذه انتخابات لا تكون انتخابات نزيهة، هذه انتخابات غير شرعية. الرئيس الذي يأتي من خلال الانتخابات بهذا الشكل يكون رئيس غير شرعي في نظر العلمانية. العلمانية يجب أن تستبعد أحزاب الدينية، أحزاب الدينية ضد العلمانية أساسا. فكرة أن يتدخل الدين في السياسة مرفوضة، هذه ضد العلمانية. فلا يجوز أن تؤسس العملية السياسية على أي أساس غير العلمانية. قدم أنت مشروعك يميني يساري براحتك بعيدا عن الدين، طالما دخل الدين في الموضوع فهذا أساس من أسس الديمقراطية، وهو العلمانية. الديمقراطية بالعلمانية ليست ديمقراطية. بكل تأكيد. بعد انطرح علي سؤال بصراحة، وأنت أفضل من يجيب على هذا السؤال، من أخونا فراس فرانسيس، عم بيقول يا ريت أستاذ تعمل بس حلقة عن كيف يجب أن تكون أخلاق الملحد. يعني بصراحة أنا ما أظن يعني تحتاج حلقة كاملة، ولكن سؤال ممكن جاوب عليه أحمد، نجاوب عليه سوا ممكن حتى. والإلحاد ما هوش مذهب عشان يبقى لنا أخلاق معينة مختلفة عن أخلاق الناس. الناس كلها ملحدين وغير ملحدين، يجب أن يتحلوا بأخلاق معينة. هذه الأخلاق البشرية طورتها واكتسبتها عبر تاريخ ومراكمة خبرات طويلة جدا. الأخلاق أيضا موجودة في جيناتنا، ولها علاقة كبيرة جدا بالتطور، لها علاقة كبيرة بالتطور الأحيائي، ويعني علم النفس التطوري يشرح هذا الأمر بوضوح شديد جدا. وكل يوم طبعا نفهم أنفسنا أكثر من خلال هذا العلم وهذه العلوم يعني. لكن بصفة عامة الملحد متحرر أكثر من الأخلاق السيئة التي يعني يفرضها الدين. الدين يفرض عليك أخلاق سيئة جدا، ويعني يقدمه لك في صورة حسنة وجميلة وكأنها جيدة وأنت تبتلع الطعم، فهو كالسم في العسل. يعني مثلا عندما ترى إنسان يعاني وإنسان مريض بمرض شديد جدا، يأمرك الإسلام أن تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثير من الناس، وكأن هذا خلق جيد، وكأنك تقوم بعمل جميل، مع أن هذا العمل أناني وسيء جدا، وفيه نوع من القسوة والوقاحة وقلة المبالاة بآلام الناس وما يعانون منه. الحمد لله الذي يعني كأنك تقول الحمد لله الذي ابتلاك وجعلك تتألم، وأنا سعيد يعني لا أعاني مثل ما تعاني.
فهذا من الأخلاق التي يعني يدسها وتتسرب إلى المجتمعات عن طريق الدين ونحن لا ندري، بحيث يعني يشرب ويبلع المجتمع الطعم ولا يستطيع أن يفك نفسه من هذه الأخلاق بسهولة بعد ذلك، لأنها تترسخ وتصبح جزء من الوعي الجمعي للمجتمع. بالضبط بالضبط، يعني كفيت ووفيت أخوي أحمد. وأنا بس أحب أقول أخونا فراس، يعني أخلاق الملحد هي أخلاق كل إنسان اللي لازم تكون، يعني هو ما الملحد ما هو أيديولوجيا ولا هو فكر، لازم يكون الإنسان الملحد على هالأخلاق هي، يعني الأخلاق اللي تتقبل الآخر، الأخلاق اللي مثل ما قال أخوي أحمد يعني اللي علاقة بتطور الجينات، العلاقة بالجغرافيا، العلاقة بكل إيش بمحيط الإنسان. فالأخلاق اللي يعني إذا كنا يعني مثل نقول فرضا بمفهومنا اليوم للملحد، الشباب اللي طالعين على فيسبوك وعم بيدعوا للفكر التنويري، هاد إذا ضرورة لازم نقول أخلاق الإنسانية، يعني تتقبل الآخر، ما تتهجم على الآخر إلا اللي عم تهجم عليك. يعني طبعا أكيد رح تدافع عن نفسك مثل المسلمين اللي راكدين يقتلوك، يعني يعني هذا هي المطلوب، أخلاق إنسانية، تقبل الآخر، تعرف أنت بذات نفسك إنه الإنسان، كل إنسان موجود على هالكوكب هذا هو نظيرك في 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 الحياة، وله حق مثل ما لك حق في الحياة. أنت بتعرف كيف وصلنا لهالمرحلة هي من الإنسانية، هاي الأخلاق لازم يعرفها الملحد يعني المتعارف عليه حاليا على الفيسبوك. طب في سؤال، في أسئلة بصراحة من سرسري شريف، هذا عم بيقول: كيف تكونت الخلية الأولى؟ 2، ما هو سبب وجودنا في هذه الحياة؟ على كل حال سرسري شريف، يوم الجمعة راح يكون عندنا حلقة مع أخونا ديفيد رجل الكهف عن موضوع قصة نظرية التطور، وراح أطرح أسئلتك هي على في 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 الحلقة، فيا ريت تكون بالحلقة القادمة. على كل حال أحمد، أنا بصراحة يعني شايف أخونا بدر كمان تأخر علينا، وأظن أنا أتشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا أحمد حبيبنا. شو بتحب تقول بهالحلقة هي؟ يعني أنا حابب أختم الحلقة بصراحة، لأنه أخونا بدر يعني راح وما رجع، ما بعرف شو القصة معه، يظهر النت عنده ضعيف. شو بتحب تقول بموضوع العلمانية؟ يعني مش هقول كتير في موضوع العلمانية، بس أنا بس حابب كمان أقول لك إن أنت طبعا شخصية، بالنسبة لي شخصية يعني أنا بحبك جدا وبحب برنامجك جدا وبتابعه، وبتمنى كل المشاهدين الكرام يساعدونا في إن احنا نستعيد جميع المشتركين السابقين في القناة التي تم إغلاقها من قبل الصلاعمة جزاهم الله خيرا، ونتمنى برنامجك يتطور ويكبر ويبقى ونشوفك كمان صاحب قناة فضائية. انا متاكد راح مو صاحب قناة فضائية، ولكن انا متاكد برنامج راح يصل لمرحلة قناة فضائية، ويعني مثل ما بقولوا تعودنا، الجسم هذا تعود على الضرب ويظهر، نحن مثل ما بقولوا تعودنا على نرجع كما كنا سابقا، نرجع كما كنا سابقا، وهذا يدل على شيء، يدل على يعني على هشاشة المقاومين يعني او المحاربين لنا، يعني حجز لي برنامج عندك في الفضائية الجديدة بتاعتك لما تعمل. بكل تأكيد بكل تأكيد، يعني انت ستكون مدير الفضائية، يعني ليس أقل منها. يعني حبيبي جان، وبحيي أيضا شعبيك الكرام كلهم، ويعني نحن نحبكم كثيرا. يعني أشكرك يا حبيبي أحمد، أشكرك وأشكركم أصدقائي. طبعا نرجع نعاد نكرر ونعيد، يعني أتمنى شاركونا في نقل الروابط هاي، وشاركونا في نقل القناة لأكبر عدد ممكن من الأصدقاء حتى نعيد عافيتنا مثل ما قالوا. بس هذا بصراحة وسام شرف، يعني حتى إذا كل شهرين ثلاثة
صابتنا هزة بدن هي ما بتهم، هذا إن دل على شيء بيدل على أنه مأسرين ومأسرين فيهم كتير. فهذا وسام شرف لنا، أهلا وسهلا، حاربونا قد ما بدكم ونحن لها ولن نتوقف. وهالغرفة هي مثل ما بقولوا غرفتي البسيطة هي يعني كيف حبيبي؟ غرفة العمليات. غرفة العمليات بالضبط، يعني هي هذا وسام شرف لي، وأنا من غرفة عملياتي هي يعني تؤكدون لي أنه أنا عملي يستحق المتابعة ويستحق أنه يعني مثل ما بقولوا تشتغلوا بشأن تهكروا القنوات ولا تسوي ريبورتات. فهذا شرف لي، وأنا يعني أشكرهم للي يهكرون ويعملون التقارير هذه. طب أحمد، أنا أعرف أن بعد نص ساعة عندك بس مباشر على قناتك، وأتمنى من كل الأصدقاء يتابعوك بعد نص ساعة على قناتك. شو موضوعك اليوم أحمد؟ من أين تستمد الأديان قوتها؟ طيب أنا أتمنى أن الأصدقاء متابعة أخوي أحمد، من أين تستمد الأديان قوتها؟ طبعا بكل تأكيد من الخرافة وغباء الإنسان اللامحدود كما قال حبيبنا أينشتاين. أشكرك أحمد حبيبي، أشكرك وأشكر أصدقائي على المتابعة. أشوفكم غدا، إلى اللقاء. إسلام أحمد.